حية مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة لموعد يومي معاكم في المطبخ نستناكم نتعلم أكلة جديدة وطرق التقديم وياكم وفي مطبخنا هنتعلم أكلات صحية مفيدة مفيدة معاكم خطوة بخطوة بطريقة بسيطة جديدة جديدة ساعة شهية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في لقائكم المتجدد يوميا على قناتكم الجميلة قناة الصحة والجمال في برنامج ساعة شهية. النهاردة يوم جميل وخفيف ولذيذ. ليه يا شيف يوم جميل وخفيف ولذيذ؟ عشان معايا ضيفة عزيزة على قلبي وهي صديقة، وبقول لها أهلا وسهلا بيكي، ونرجع ندردش ونقول عشان وقت البرنامج وإحنا شغالين مع بعض. أهلا وسهلا بحضرتك يا شيف سلوى إبراهيم. أهلا بحضرتك يا شيف رائد، نورتي قناة الصحة والجمال. الله يخليك يا رب، أنا متشرفة بحضرتك والله. الله يكرمك. معنا يا جماعة الشيف سلوى إبراهيم، النهاردة هتقدم لنا أكلات خفيفة وبسيطة وسهلة ولذيذة، فتابعونا على قناة الصحة والجمال في برنامجكم الجميل ساعة شهية. نسيب الشيفة تقول لنا هتعمل لنا ايه النهاردة ان شاء الله. قول لنا كده مجمل المنيو النهاردة هتقدمين لنا ايه يا شيفة؟ ان شاء الله هنعمل طاجن فريك باللحمة. هتعملين النهاردة طاجن فريك باللحمة. كله يا جماعة يجهز ورقة وقلم ويكتب مع الشيفة سلوى إبراهيم، لأن أكلاتها بسيطة وسهلة ومتوفرة لكل ست بيت. طاجن فريك باللحمة ومعانا إيه تاني النهاردة يا شيف؟ ومعانا بانيه مشوي على الجريل. ومعانا النهاردة بانيه مشوي ورز بالكبد والقوانص. ورز بالكبد والقوانص. وإيه تاني؟ وعصير لوز باللبن. والشيف قالت هنشكل النهاردة ونعمل بدل ما نخليهم أربع أكلات أو خمس أكلات نكتفي بثلاث أكلات ونعمل الحاجة الرابعة عندنا عصير لوز بالآيس كريم. باللبن والآيس كريم. عصير لوز باللبن والآيس كريم. وكل الشيف عشان الوقت يلا ابدأي، وهتبدأي لنا بإيه النهاردة؟ إن شاء الله هنشوح اللحمة. طيب سيب المقادير زي ما هي وانزل لنا يا مخرجنا الجميل بمقادير طاجن اللحمة بالفريك. المقادير بتاعتنا عبارة عن ايه يا شيف النهاردة؟ كيلو لحمة. كيلو لحمة وكوبايتين فريك. اللحمة دي من حتة معينة ولا لحمة عادية؟ هي أي المفروض لحمة؟ ان هي عشان بس ما تاخدش سوا، يعني هي حتة ناعمة عشان ما تاخدش سوا. من الريش مثلا؟ مثلا كيلو لحمة من الريش. يلا يا جماعة، والمقادير امام حضراتكم على الشاشة. طاجن فريك باللحمة، نقول المقادير يا شيفة كده وبعد كده نتكلم واحدة واحدة عن الخطوات. كيلو لحمة، كوبايتين فريك منقوع، بصلة، طماطم هتتعصر في الخلاط عشان نسوي بيها الفريك مع الشوربة. تمام. والتوابل. والتوابل بتاعتنا ايه النهاردة يا شيفة؟ واحدة واحدة كده نوضح. فلفل أسمر. فلفل أسمر. ورق غار. لورا. ورق لورا. حبهان. حبهان. مستكة. مستكة. جوزة الطيب. جوزة الطيب. ومعانا مكعب مرق الدجاج. معانا مكعب مرق لحمة. تمام. ومعانا بصل يا جماعة، ومعانا فحم، ومعانا طماطم، ومعانا لحمة، وسمنة وزيت. ومعانا سمنة وزيت. ونسيب الشيفة ورينا هتعملي ايه، وخدي راحتك، ونقولك البيت بيتك، ونورتينا في برنامجنا ساعة شهية. هنولع النار اهوت يا شيفة سلوى. تمام، دي العين اللي اشتغلت. ورينا كده هتعملي ايه، وعندك المعالق هنا وكل حاجة. يا جماعة منتظرين اتصالاتكم على برنامجنا الجميل، برنامج ساعة شهية على قناة الصحة كمال والجمال، ومن اي تليفون ارضي 09335، ومن اي تليفون محمول 2303، عشان نستفيد كلنا مع بعض مع الشيف سلوى إبراهيم. انا حطينا معلقة. قولي لنا واحدة واحدة انت كده عملت ايه. حطينا معلقه سمنه. معلقه سمنه. انت كده هتشوحي. هشوح اللحمه. هديها صدمه اقفل المسام بتاعتها. هتاخد صدمه اللحمه. شغال النار شغاله كده معاكي، واشرحي واحده واحده انت عملت ايه عشان الكل يستفيد. انا حطيت معلقه السمنه. حطيت اهو اللحمه رشه كده. رشه فلفل اسود. فلفل نوسع كده للمكان عشان تعرفي تاخدي راحتك. طبعا انت عايزه ايه، تفرمي الطماطم دي. ايوه. وانت شغاله ممكن انا اساعدك بقى. اوكي. وافرم لك ايه، اجهز لك الخلاط كده وافرم لك الطماطم. تمام. ويا جماعه الشيف بتقول اول مره اظهر على على قناه فضائيه، بنقول لها نورتي قناه الصحه والجمال، وان شاء الله تكوني معانا مرارا وتكرارا، وتقدمي لنا اكلات جميله ومفيده ان شاء الله باذن الله.
افرم لك انا الطماطم وانت شغاله. قولي انت كده عملت ايه للمشاهدين عشان الكل. انا لسه ما عملتش حاجه، بس مستنيه السمنه تسخن قوي. تمام. عشان اخد صدمه للحمه. هتاخدي رشيت عليها فلفل اسمر. حطيت فلفل وجوز الطيب. طب ايه فايده الصدمه اللي انت هتعمليها دلوقتي يا شيف؟ عشان اقفل المسام بتاعتها. تمام، عشان تقفلي مسام اللحمه بنحبس البروتينات بتاع اللحمه فيها. ايوه تمام. واحده واحده كده افرم لك الطماطم. طيب ممكن بقى تشرحي إيه يعني ممكن انا مثلا اعمل بنفس الطريقه الطاجن ده، بس ممكن اعمله بصدور فراخ؟ ممكن بصدور فراخ بنفس الطريقه. تمام تمام. فرمت لك الطماطم كده يا شيخ، هنسيبها في الخلاط لما تحتاجيها. تمام. كده احنا فرمنا الطماطم، والشيف يا جماعه جابت سمنه. انت ليه ما حطيتيش زيت مع السمنه؟ لا، اللحمه لازم تبقى بسمنه عشان تديها طعمه، عشان تديها طعم. يبقى التست معانا عالي. وده فصين مستكه برضه بيبقى حلو جدا في تشويحه اللحمه. وبندي المستكه والسمنه سخنه مع اللحمه عشان تدينا التست بتاعها العالي. ايوه، عشان التوابل تطلع ريحتها كمان. وشايفين يا جماعه بساطه الشيف سلوى ابراهيم النهارده، قالت هقدم اكلات مميزه وبسيطه جدا. ليه؟ عشان الكل يستفاد. وقالت هعمل حاجات بسيطه وسهله، وان شاء الله هتكون في متناول ايدي الجميع ان شاء الله. شايفين يا جماعه، هي كده جابت سمنه تمام، وحطيتها على النار. استنى لما السمنه استنت شويه، لما السمنه سخنت تمام. ممكن نجيب لحضرتك طبق تحط عليه الايه اللي هتشتغلي بيه، المعلقه كده اهو المسك اهو. تمام كده، عشان تبقى الدنيا ايه مرتبه. تمام. ان شاء الله وانت بتعملي كل حاجه كده، اي خطوه عملتيها وضحيها للساده المشاهدين. دلوقتي كده بشوح تسخن، بعد كده حطيتي بشوح اللحمه، بعد كده حطيتي عليها فلفل اسمر، بعد كده حبات مستكه. ايوه تمام. بعد كده ايه، هو رشيتي فلفل اسمر. تمام. هو وماشيين واحده واحده كده مع بعض. احنا ممكن حضرتك طبق عشان تطلعي فيه. احنا ممكن نحطها في بايركس ونحطها الفرن تكمل سوا عادي، بس انا عشان عايزه شوربه. هتطيبيها في حله؟ اجهز لك حله ولا هتطلعيها في حله؟ عايزه حلقه بعدين. هتطلعي في حله. تمام اهو انا معاكي كده، قولي لي انت عايزه ايه وبقول له خدي راحتك، والمطبخ مطبخك زي ما بنقول، البيت بيتك. ادي الحله بتاعتنا، وادي الطبق لو عايزاه يا شيف سلوى. تمام. طب انت ممكن نعمل الطاجن ده بالرز ولا هو بالفريك بس؟ لا، هو انا عملته بالفريك. انا بعمل طاجن رز بالكبد القوانص. طب انت جربت تعملي نفس الاكله دي، طاجن اللحمه ديت بالرز؟ لا ما جربتيش. لا تمام صراحة لا. يبقى يا جماعه الشيف عايزه تقول ان ده بالفريك فقط، ما ينفعش فيه الرز. هو لا، هو فيه طبعا بيبقى الرز المعمر. لا احنا بنتكلم عن الاكل ده، دي الاكله دي يعني انا دلوقتي بقدم نصيحه في مطبخ ساعه شهيه من الشيف سلوى. بنقول ممكن نبدل، انت قلتي لي ممكن نبدل اللحمه ديت بصدور فراخ بنفس الطريقه ممكن. بتتعمل بنفس الطريقه. اللي ما بيحبش اللحمه قلت لك طب ممكن نحول الفريك الرز، قلت لي لا ما ينفعش. هي الاكله دي هي الاكله دي فريك باللحمه، طواجن فريك باللحمه، هي اكله شاميه سوريه يعني. اكله سوريه. تمام ما شاء الله. تمام. سخلك ميه عشان انت هتحتاجي ميه. تمام اهو معانا الميه يا جماعه. وبنقول يا جماعه برنامجنا حصري ومش عند اي حد، الشيف سلوى ابراهيم بتقدم اكلات رائعه وممتازه، فتابعونا ومنتظرين اتصالاتكم من اي تليفون ارضي على 09350، ومن اي تليفون محمول على 2303. تمام. هنقلع لك النار هنا عشان تبقى جاهزه تحت ايه الحله بتاعتنا كده، والميه جاهزه. اديني مجال اولع النار. تمام زي ما انت شغاله وانا بساعدك اهوت. وتمام. والاكله اللي بعد كده هتخش في ايه يا شيف؟ ان شاء الله هنعمل رز بالكبد والقوانص. الرز بالكبد والقوانص خلاص، دي حاجه هتطلع كده فراخ مشويه في الحله كده على طول. تغلي. الميه عندنا سخنه وتمام التمام يا شيف سلوى. تمام يا جماعه. الشيف قالت اهميه الصدمه ديت اللي خدناها بتحبس لي القيمه الغذائيه داخل اي نوع من انواع اللحوم. كفايه ولا ازود يا شيف؟ لا شويه كمان. معاك براحتك، ممكن نملاها يعني نجيب خزان ينفع؟
ماشي. الشيف قالت لا بلاش خزان يا جماعه، ونخلينا كده على قدنا في الحله بتاعتنا الصغيره دي. حلوه جميله. ماشي. هتحطي فيها ورق لورا او حبهان يا شيف؟ ايوه حط حبهان. انا ممكن اساعد، انا بصراحه ايه مش هينفع اقف كده واتكلم، لازم اساعد الشيف يا جماعه عشان نبقى متعاونين في الاكل ده، محدش يقول الاكل بتاع الشيف سلوى، انا برضو اشتغلت فيه. ان شاء الله أوه. طبعا يعني. ورقتين لورا. ايوه تمام. ممكن خمس حبات كده، حبهان، خمس فصوص حبهان. تمام اهو. وشويه فلفل اسمر كده، وشويه فلفل اسمر يا جماعه. اه تمام. وجوزة الطيبه اهي. ولعناها كده. تمام. هنحط المكعب ده ولا اي حاجه ولا مش دلوقتي؟ بس الميه اما تاخد غلوه بس الاول. اه تمام. الميه بتغلي معانا اهي على السريع. تمام. ونشوف اهي معاكي يا شيف. ما شاء الله عليك يا شيف، ماهره. ربنا يخليك يا شيف. ممكن نعيد بقى على السريع، انت عملتي ايه؟ بس انت اللي تقولي مش انا اللي اقول. انا حطيت معلقه سمنه. معلقه سمن. وشوحت معانا اتصال تليفوني. طب نكمل بعد الاتصال. ماشي. الو معانا الاستاذه ساره. اهلا وسهلا يا استاذه ساره. اهلا وسهلا. ممكن اكلم الشيف سلوى؟ الشيف سلوى مع حضرتك. ايه يا ماما، ازيك يا ساره؟ ما شاء الله. عامله ايه حبيبتي؟ منوره الدنيا. الله يخليكي يا حبيبتي. انت عامله ايه؟ الحمد لله. تسلم ايدك. ايه الاكلات الحلوه دي؟ تسلمي يا حبيبه قلبي، ربنا يخليك. تسلم ايدك. ربنا يخليك لينا يا رب يا حبيبتي. ربنا يخليك يا ساره، وميرسي على اتصالك يا حبيبتي. استاذه ساره انت نورتينا النهارده. تطلبي من ماما اي حاجه؟ اي اكلات تعملها لك؟ تسلم ايديها، ربنا يخليها لينا يا رب. هي تعمل لنا كل حاجه حلوه الحمد لله. ما شاء الله. طبعا هي مظبطاكم في البيت والاكلات 100 100. اه طبعا اكيد. واحنا خطفناها منكم النهارده. ماشي. نورتينا يا استاذه ساره، واحنا سعداء جدا باتصال حضرتك. عايزه حل كده. هنعمل ايه؟ هعمل الفريك. عايزه حل حله ثانيه. الحلل كلها تحت امرك يا شيف. اه ادي مفيش اكتر من الحلل عندي. اجيب لك كمان خمس ست حلل ولا كفايه؟ حلو قوي. الحله دي النار دي شغاله؟ النار دي هنشتغل على النار دي اللي هي شغاله. تمام. تمام. علي لك النار هنا اهو كده. علينا النار وتمام التمام. ماشي. ودي البهارات بتاعتنا اهي كده. انت هتعملي ايه بقى؟ قولي لي الخطوات. انا هحط معلقه زيت ومعلقه سمنه. معلقه زيت ومعلقه سمنه. ليه انت اخترتي هنا الزيت والسمنه؟ علشان الفريك ويدينا لمعه فيه. تمام. يبقى الزيت هنا عشان يدينا لمعه. تمام. الله ينور عليك. عارفه كل الخطوات يا جماعه. الحمد لله. ايه بتاع الاكل المميز بتاع الشيف سلوى. طب الفحم ده ميزته ايه النهارده؟ انت جايباه معانا يعني. الفحم ده انا هطفيه على الفريك. هناكل اكل بالفحم ولا ايه؟ هو لا هو تحفه. انا هطفيه لانه يعني بولعه واتفيه عليه. هنعمل خدعه الرز المندي. اه بالظبط. هو يعني ده الحاجات دي بتدي طعم حلو قوي في الاكل. يعني بيدينا تيست. بحس ان الاكل ده اتعمل على الفحم اصلا. كانه مشوي. كانه مشوي. لحمه. اي حاجه فيها لحوم. تمام. يبقى تمام. بتعمل عليها الفحم بتبقى كانها مشوي بالظبط. ماشي. انت كده حطيتي الزيت والسمنه. انا كده سخنت ال تمام. هتحطي بصل ولا حاجه ولا الفريك؟ هحط بصل. حطيتي الفريك الاول. الفريك الاول. قلب قلبتين مثلا. اه لازم يتقلب كده ينشف. واحط البصله. مع حضرتك واحدة واحدة. اشرحي لنا الأكلات المميزة بتاع حضرتك. التوابل. التوابل اهيت. أنا جاهز على طول معاك. التوابل اهيت. تمام. أنا ما بحبش. وعندنا الطماطم اهيت المعصورة. أنا ما بحبش أحط في الفريك ده توابل كتير. حطيتي إيه بقى من أي نوع من أنواع التوابل؟ فلفل أسود وسنة جوزة الطيب. جوزة الطيب وفلفل أسمر. المفروض يكون في كراوية بس للأسف أنا ما جبتهاش. كراوية. يعني سنة صغيرة قوي الشوام بيعملوها. تمام. لأن الفريك دي ده أكلة شامية السوريين بيعملوها يعني. تمام. يعني أنت قلتي هي الأكلة أصلها شامية. وبيحطوا كراوية. واحنا هنشيل الكراوية عشان ممكن المصريين ما يحبوش الكراوية. ولكن انت هنقول المعلومة عشان الكل يستفيد. ما شاء الله. يا جماعة هي جابت اكلات شامية، جابت اكلات سورية، وقالت هخليها اكلات مصرية. وده هو المطلوب عند اي شيف. مهارة الشيف لازم يجيب الاكلات من كل بلد اكلة، ويعرف بلده بيتقدم فيها ايه، وايه الاكلات اللي هتمشي مع بلده. ولكن ما بينساش يقول المعلومة الاصلية والاكلة الاصلية. وبنشكر مع بعض الشيف سلوى ابراهيم على مهارتها في الاكل. حطي بقى البصل. اتفضلي كده. حطينا ايه؟ البصل. حطينا سمنة وزيت. سخنوا شويه. حطينا الفريك. قلبناه شويه. حطينا الفلفل الاسمر بتاعنا. وبعد كده حطينا البصل بتاعنا. طب ليه انت اصريتي
انك تحطي البصل ني بعد الفريك. هقول لحضرتك ليه. الحقيقه بعملها بشوح البصل، بحب اشوح البصل. شوحنا بس البصل. دي اساسها السوريين بيعملوها كده. دي الخطوات الشاميه. لكن انا ممكن ابدل مثلا لو عايز، انا ما باكلش البصل ني كده، ممكن ابدل واعمل البصل قبل الفريك. ايوه صح. يبقى كده تمام والدنيا ماشيه. لا النار تمام. هتحتاجي لها ميه ولا هتحتاجي لها طماطم دلوقتي؟ لا هنحط الطماطم وبرده نشوحها كده ونحط الشوربه بقى. ادي الطماطم جاهزه، انا جهزتها لك اهي. تمام. بس تشويحها بس شوية. تمام براحتك. يا جماعة أنا بقول بجد الشيفة سلوى شيفة ماهرة، شيف ماهر، عشان هي قالت لي ما تقوليش شيفة. أي حاجة منك حلوة. أقول لك يا شيف. تمام؟ أي حاجة حلوة. سلوى فعلا شيفة ماهرة أصرت إن هي تعمل الأكل كله على الهواء، وقالت بفضل الله الأكل هيطلع 100 100 وهيستوي، وهنعمل كل الأكل قدام السادة المشاهدين. وهو ده يا جماعة شعار برنامجنا، برنامج ساعة شهية، إن كل حاجة بتبقى أمام السادة المشاهدين. برنامج تعليمي. برنامج تعليمي، تمام. احنا كده هنحط بقى الطماطم. الطماطم كده حان وقت الطماطم ان شاء الله. تمام اهو الشيف يا جماعه، خليكم مع الشيف عشان ما تفوتكمش حاجه، اي حاجه من الاكلات بتاعتها الجميله المميزه. ممكن بقى نقول واحنا شغالين كده انت عملت ايه تاني؟ انا حطيت سمنه وزيت. تمام. وشوحت الفريج ونزلت عليهم بالبصل برده، خدت تشويحه، ودلوقتي هحط الطماطم. تمام. واديها برده تشويحه. تمام. ما شاء الله عليك يا شيف، النهارده انت منوره برنامجنا، برنامج ساعه شهيه، ومنوره قناه الصحه والجمال. الله يخليك يا شيف. تمام. انت كده هتعملي ايه تاني؟ بس كده بقى المفروض احط الشوربه. هتحطي ميه. تمام اهي شوربه. احط شوربه. احط شوربه يا شيف. في كبشه؟ ماشي في كبشه. كل عندنا كل حاجه، طلباتك اوامر يا ست الكل. ربنا يخليك يا شيف. ويا جماعه بنقول شعار برنامجنا، وهنخلي الشيفة سلوى تقول معانا الشيف. وهنحط مكعب ملح. حبيبي. ونقول يا جماعة الدنيا حلوة وزي الفل، وبنطلب من الشيفة تقول شعار برنامجنا الدنيا حلوة وزي الفل. الفل مع الشيف رائد الهنين. وبمطبخنا هنتعلم. ومطبخنا هنتعلم. كده تمام. ماشي كده خلاص كده. كده هنحط الشوربة. في ايه تاني؟ هنحط الشوربة. تمام معاك. مع حضرتك اهو الطبق اهوت اللي هنحط فيه الحاجه، قربيه كده من حضرتك. تمام. هتحط الشوربه وتسيبيها تستوي. تمام. في حاجه تاني؟ لا. الاكله اللي بعد كده. تمام. الاكله اللي بعد كده هنسيبه يستوي، والاكله اللي بعد كده. تمام. يا جماعه نطلع فاصل وبعدين هنواصل مع الشيف سلوى ابراهيم اكلات صحيه ومفيده ولذيذه، ولكن انتظرونا بعد الفاصل، اوعوا تروحوا بعيد، احنا دايما عندنا كل جديد. نلتقي بعد الفاصل. رجعنا يا جماعه بعد الفاصل مع الشيف سلوى ابراهيم، نقول لها تقدمي لنا ايه النهارده؟ انا شايفك ممتازه فعلا في ترتيب اكلاتك، وممتازه فعلا في كل حاجه هتقدميها النهارده. النهارده هتقدمي ايه تاني دلوقتي؟ هنعمل الرز بالكبد والقوانص والمكسرات. بنقول يا جماعه انزلوا لنا بمقادير الرز بالكبد والقوانص، واسيب الشيف سلوى تقول مقاديرها، وبعد كده نشوف هتعمل لنا ايه. المقادير كده قوليها. كيلو رز. كيلو رز. رز مصري. رز مصري بلدي بتاعنا. تمام. ونص كيلو كبد وقوانص متقطعه. تمام. وزيت وسمنه وبصله وبهارات وفلفل اسمر، وفي تكه هنا بتاعتي بحط على الرز معلقه توم باودر. توم باودر وانا بشوحه. وملح وفلفل وملح. وللتزيين عندنا لوز. لوز ومكسر. لوز وزبيب. تمام. انت ليه اصريتي ان انت تعملي يعني التكه بتاع التوم الباودر دي؟ لان انا بشوح. ممكن نعملها بالتوم العادي. لا الرز ما فيهوش توم عادي. انا تمام. هو بيدي نكهه وريحه وطعم وتست حلو قوي مع الرز. طيب نشوف هتعمل لنا ايه يا شيف، وعيد المقادير تاني. والمقادير يا جماعه امام حضراتكم على الشاشه، وبطلب من الشيف سلوى تعيد المقادير تاني عشان الكل يشوف احنا هنعمل ايه النهارده. كيلو رز. انا هجهز لك الحله كده اللي هتشتغلي أوكي. فيها. كيلو رز، نص كيلو كبد وقوانص، سمنه وزيت، بصله، توابل، ملح وفلفل وبهارات، والثوم، ولوز وزبيب للتزيين. وطبعا انت حطيتي زيت مع السمنه عشان الرز. لا عشان الرز بياخد لمعه. بياخد لمعه وما يتحرقش. معانا تمام عشان السمنه ما تتحرقش. ادي الحله وادي المعلقه
ويلا ورينا مهاراتك يا شيف سلوى. تمام. هو يا جماعه كده واحده واحده مع الشيف سلوى هنتعلم اكلات صحيه مفيده زي ما شعار برنامجنا بيتكلم. قولي كده وانت شغاله حطيتي ايه عشان الساده المشاهدين؟ سمنه وزيت. والبهارات يا جماعه بتاعتها بسيطه، هي قالتها بهارات مجمعه بتيجي من عند اي عطار، بقول له اديني بهارات مجمعه بيديني عشان ملخبطش الساده المشاهدين. وعندها فلفل اسمر وعندها توم بودر وعندها ملح وعندها زبيب ولوز وبصله مقطعه وكبد وقوانص. تمام. انت كده عملتي ايه؟ حطيت سمنه وزيت واحده واحده كده واحنا شغالين. حطينا سمنه وزيت يا دوب يسخنوا كده، وحطينا الرز بس والتكه بتاعتي التوم البودر. التوم البودر تمام، والملح طبعا. وانت قلتي التوم البودر بيدينا تيست عالي قوي. تمام، الله ينور عليك يا شيف. جربوها هيعجبكم قوي. طبعا انت قلتي كل كيلو رز بياخد معلقه ملح، ده المقدار بتاعه. تمام، الله ينور عليك. ويا جماعه مع الشيف سلوى ابراهيم هنتعلم اكلات صحيه لذيذه في برنامجنا ساعة شهية على قناتكم الجميلة، قناة الصحة والجمال. وهي قالت النهاردة هنغير ونبدل وننوع وهنقدم عصير لوز. انت قلت عصير لوز بايه؟ باللبن والايس كريم. والايس كريم حاجة، قالت حاجة جديدة والجو حر كده ونغير في مطبخنا. وقالت انا هقدم طبق سلطة خضراء بس انا مش هحط مقاديره عشان هي حاجة بسيطة وسهلة، ممكن ست الكل تعمل اي سلطة هي عايزاها وتقدمها عشان تنسيق السفرة يكتمل معانا الوجه الجمالي للسفرة. وزي ما بنقول يا جماعة المطبخ مش شوية بهارات، المطبخ فن وحركات. اهو كده بص حضرتك بقى الرز بيلمع ازاي. الرز بيلمع ما شاء الله، ده الزيت بقى اللي خلى الرز بيلمع. الزيت طبعا ما شاء الله. احنا ممكن نعمله برز بسمتي؟ بيخليه مفلفل. ولا رز مصري عادي؟ لا انا بحبه اكتر بالرز العادي المصري. اللز العادي. انت بتشجعي المنتج الوطني. لا وبحب البسمتي برضه ما شاء الله. بس ده حاجه وده حاجه. طبعا انا عارف ان انت ليكي اكلات طبعا انت مشهوره بيها. اعطي لك اللي انت عايزاه هنتكلم. انا عارف ان انت ليكي صفحه على الفيس طبعا ما شاء الله ومشهوره بيها كده في بعض الاكلات، ممكن تدينا نبذه كده عن الاكلات اللي حضرتك مشهوره بيها؟ انا بحب قوي المشويات عموما، وطبعا لما اكون اسماك او جمبري. يعني ليكي في البحريات؟ جدا جدا يعني. تمام. صراحه يعني في الحمد لله ما فيش ست بيت ما بتعرفش تعمل اكل شيف كل حاجه. بس طبعا ايه الموضوع؟ طب ايه موضوع النفس في الاكل؟ بيقولوا الست دي شاطره والست دي مش شاطره. فعلا. انا في ناس بتعمل اكل وبتكلفه كتير بس للاسف ما بتعرفش. طب ايه السر؟ عايزين نعرف الساده المشاهدين الاسرار دي. عندك سر كده قوله لنا على الهواء مباشره وحصري على قناه الصحه والجمال. انا اكلي بيطلع حلو لان انا بعمله بحب بصراحه. تمام. حبه جدا يا جماعه. احنا قررنا بجد، وده يمكن اقول لك الشيف رقم كام انا مش عارف، كل ما اسال شيف اقول له ايه السر في موضوع النفس وايه السر في موضوع الاكلات وان ده الاكل بيطلع وحش، وممكن شيف يعمل نفس الاكله وشيف تاني يعمل نفس الاكله، بس بجد بجد الشيف ده يعني اكلته وطعمها جميله وممتازه. كل الشيفات اجابوا باجابه واحده، هو الحب، حب المجال اللي انا بشتغل فيه، فعشان كده الاكل بيطلع ممتاز وجميل جدا. انا عايزه اوطي تاني. ومعانا استاذ ابراهيم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ ابراهيم نورتنا. هيما ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ ده جوزي ما شاء الله. دايما يا رب كده منوره، وانا مش عارف، انا حاسس ان انا شامم ريحه الاكل. يعني انت دايما بهرانه على طول، تأكيد بهرانه في الاستوديو يعني. يا استاذ ابراهيم انت حاسدنا على يوم. ربنا يخليك. هي عندها كلها بتعمل لك الاكل يا عم. احنا طبعا مشرفين بحضرتك. الله يكرمك يا استاذ ابراهيم، بشرف لينا احنا. ويا رب دايما القناه بتقدم والبرنامج جميل، واجبرتونا ان احنا بقينا كل يوم نستناه من واحده ونص ونقعد كل ونص نتفرج عليه. ما شاء الله، احنا سعداء جدا بحضرتك يا استاذ ابراهيم. والشيفه سلوى منورانا بجد النهارده، منورانا في قناه الصحه والجمال. ميرسي يا هيما، ربنا يخليك ليا يا رب. ما تكلمش منك ابدا يا رب. ان شاء الله ربنا يخليك يا حبيبي. ماشي تمام كده. انت عملت ايه عشان احنا اتلخمنا ايه؟ انا ما عملتش اي حاجه، انا حطيت الاستاذ ابراهيم حطيت الميه بس. انا حطيت الميه بس عشان الرز. طبعا انت اول ما الاستاذ ابراهيم اتصل سبتي الاكل وسبتي كل حاجه. لا انا كنت وقعدت ايه. انا عايز اوصي الاستاذ ابراهيم. ماشي كده احنا عملنا ايه؟ نشرح الرز عملنا فيه ايه. انا شوحت الرز بسمنه وزيت وملح وكمون وتوم باودر
وحطيت الميه بس مش اكتر من كده. تمام. المرحله اللي جايه ايه بقى؟ عندنا ايه؟ البصل وعندنا الكبد والقرمص. ايه الحل اللي هتعمليها ازاي؟ ولا الدنيا فيها ايه كده؟ اللحمه اخبارها ايه؟ لسه شويه لا هي والفريك ولا هندخل في الفرن؟ تمام. هي بتاخد سوا ايه؟ نشيل على هي على طول بتاخد مثلا بس ده انا عايزه اوطي عليه تاني حسب حاله اللحمه. نوطي عليه اطفيلك عليه خالص وياخد ايه؟ هيدخل الفرن دلوقتي طبعا صح؟ ان شاء الله. ماشي احنا كده وطينا اهوت. هتعملي ايه بقى تاني كده؟ ايه المرحله اللي جايه؟ ايه اجيب لك طاسه؟ عايزه طاسة لا عايزه حل او اي حاجه اعمل فيها لا طاسه. تمام ماشي عشان نوري نوضح للساده المشاهدين انت هتعملي ايه. تمام اهو هديك النار. حاضر اولع لك النار الثانيه. ويا جماعه الشيف ما شاء الله امتازت ان هي تعمل كل الاكلات مع بعض وقالت هنغرف في الاخر ونقدم في الاخر عشان الساده المشاهدين كلهم يستفادوا. اوطي لك على الرز الاول. قوي بعدين. طيب ماشي انا كده ايه احرك ده واجيب الرز هنا عشان واحنا شغالين يبقى الدنيا تمام اهو كده. وهجيب لك ده هنا كده. دي كده واطيه. تمام. هو ممكن يكون لا براحتك انت اشتغلي وانا هظبط لك النار بتاعتك. بس عايزه شويه زيت كمان. معانا الزيت كل حاجه موجوده معانا اهو. في هنا زيت اهوت يا ست الكل. تمام ادي زيت اهوت معانا وادي زيت تاني اهو. احنا هنا تقريبا كام معلقه كده؟ عايز اقول لحضرتك يا شيف انا ما بلتزمش بمقادير يعني حبات. انا حطيت كده حسب عيني. انا ما بتقولي كده كفايه يعني ولا لا؟ عايزه توصلي لست الكل يا ست الكل في حاجات لازم نلتزم بيها بمقادير وفي حاجات ما بنلتزمش بيها بمقادير. يعني انت حابه تحطي حبه سمنه زياده او حبه زيت زياده ماشي. عايزه تقللي في الماده الدهنيه ماشي معاكي ده ومعاكي ده. انا دلوقتي تمام حطيت زيت وسمنه وهشوح البصل. تمام. ويا جماعه حاجات بسيطه وسهله بجد مع الشيف سلوى ابراهيم. تمام الله ينور على حضرتك اهو. الله يخليك. اشوف كده انا الدنيا فيها ايه هنا. اللحمه بتاعتنا لسه شويه ماشي اهو معاك. واحده واحده كده هنتعلم اكلات صحيه مفيده يا جماعه في مطبخنا ان شاء الله. تمام. انت جبتي كده ايه؟ قولي تاني ونشرح تاني. زيت وسمنه. زيت وسمنه وهشوح فيهم البصل. هنشوح فيهم البصل وانزل بكبد القوانص والتوابل. تمام كده 100 100. انا ما بحبش ازود توابل كتير هياخد عشان الاكل. هياخد معانا وقت؟ لا لا ان شاء طيب الله. طب شوف لنا الفريك كده عشان الوقت وندخله الفرن ولا ايه لو كان استوى؟ ان شاء الله. لسه شويه ولا ايه؟ شويه صغيرين بس كده عشان إيه؟ لازم يتشرب كله تمام ولا ممكن يكمل في الفرن؟ هو لا لازم يتشرب بس هو لو اتحط كده مفيش مشاكل يعني. طيب ممكن لو كده تمام ماشي عشان وقت البرنامج. اوكي ماشي. نعلي ماشي اجهز لك الطاجن اهو. علي لي بس النار عليه شويه. اعلي النار عليه شويه. تمام. وطي النار عيلي النار اي خدمه يا شيف. معلش يا شيف. لا ولا يهم حضرتك. ده تمام؟ اوكي ماشي. ولا نجيب لا ده كويس. تمام اهو. طيب نخليه هنا بقى كده شويه وانت شغاله. وممكن اسالك كام سؤال كده بالنسبه للي انا قلت لك الاكل اللي انت مشهوره بيه ايه؟ انت قلت لي تقريبا بعمل جمبري مشوي بعمل اكلات بحريه جميله. طبعا ممكن توضح للساده المشاهدين اي حاجه كده انت مشهوره بيها واي تتبيله خاصه اتطلبت منك مرارا وتكرارا وايه الاكل المحبب اليك ان انت تعمليه في البيت؟ انا بحب جدا اعمل كل اكل مفيد عشان ولادي اولا. تمام. بتتكي على موضوع ان الاكل ازاي يكون صحي ومفيد. طبعا اكيد. تمام. بالنسبه لحد طلب مني اكل ما اعتقدش يعني انا بسال ولادي بس بتحبوا ايه الاكل المميزه عندك في البيت. انا هقول لحضرتك المميز قوي عندي واللي انا كمان بحبه ولادي واصحابي كمان حبوه من ايدي شاورمة الشيش طاووق. شاورمة الشيش طاووق دي جديده. انا عملتها. انا يعني انا الشيش طاووق ده بتبله اللي انا هعمله النهارده ده ان شاء الله بعمله التتبيله بتاعتك الخاصه. بعمله بكذا شكل. بتعمليه بكذا طريقه. بعمله شيش طاووق فسيخ ومع طبعا فلفل الوان وكده. تمام. او بشويه على الجريل كده وبرده بحط له الفحمه دي التكه بتاعتي. وعايز اضيف لحضرتك حاجه ان دي مهاره الشيف ان ممكن يعمل من اكله واحده عده اكلات. عده اكلات ممكن يعني يزين السفره. هي في الاول وفي الاخر اكله واحده ولكن انا زينت السفره بيها. ممكن الشيش طاووق ده اعمله بكذا طريقه واقدمه يبقى مثلا سفرتنا النهارده مثلا صدور فراخ. بس عباره عن ايه صدور الفراخ دي؟ عباره عن بانيه مشوي عباره عن شيش طاووق عن شاورما ويعني بيكون ايه المطبخ بلم باكله واحده. تمام.
تنسيق الاكل مهم طبعا اكيد تنسيق. العين بتاكل قبل اي حاجه تانية. تمام الله ينور عليك. إيه نرجع لاكلاتنا كده ونشوف الدنيا فيها ايه. طبعا. النهارده يا جماعه يوم غني جدا وانا فعلا بستفيد من الشيف سلوى ابراهيم. كلنا بنستفيد من بعض طبعا. ده شعارنا وشعار برنامجنا. ويا جماعه مفيش حد بيتعلم وحده، لازم يتجول ويشوف سر عند الشيف ده وسر عند الشيف ده وسر عند الشيف ده، وما يتكبرش على حد وياخد معلومه من اي حد عشان في الاخر تكتمل عنده كل المعلومات، يبعد عن الاخطاء وياخد الاسرار والتكات من كل الشيفات. كل الكلام ده هتلاقوه فين؟ في برنامجكم ساعه شهيه على قناه الصحه والجمال. تمام كده؟ خلاص ممكن بقى ننزل ونيجي هنا كده تغرفي. تمام. نحط ده هنا كده واللحمه. هاتلنا اللحمه، اجيب لك حاجه تغرفي بيها كبشه اهي عشان يكون ايه. تمام اجيب لك اللحمه. ماشي. تمام كده. اوبا كده تمام اهيت اللحمه معاكي. ممكن برضو انا ايه اجيب لحضرتك الماسك تطلعي بيه اللحمه عشان انا بحب المساعده. اقلب انا هنا معاك. بصراحه يا جماعه الشيف مش مخلاني اعمل حاجه ومش مخلاني اشتغل في اي حاجه، انا شايفه ان هي دايره المطبخ كانها معايا من زمان. ودي يا جماعه الشيفه لما تكون ماهره في فن الطبخ فبتروح اي مكان فبتكون عارفه كل صغيره وكبيره في الاكلات بتاعتها، فبصراحه بتكون منظمه اكلاتها ووقتها 100%. اهو انا عمال اقول لها الوقت، بتقول لي لا هنشتغل الوقت، لا هنشتغل، لان هي متمكنه في اكلاتها وحركاتها وتكاتها. ادي المسك. شوفوا بقى يا جماعه هي عملت ايه، حطت الفريك وهترص بقى ايه الـ 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 الحركات بقى بتاع الشيف سلوى. ايوه شوف قلبتها ازاي يا جماعه. يا سلام انا كاني شايفك كاني يعني كانه سمك عايم في البحر ولا ايه. اقلب انا هنا كده عشان ايه الدنيا تبقى معانا حلوه وزي الفل. زي الفل ان شاء الله. ايوه وعايزك تقولي لنا بقى شعار برنامجنا الدنيا حلوه وزي الفل. الدنيا حلوه وزي الفل. وعشان الشاهد ما يزعلش نقول مع استاذ محمد الشاهد. وفي مطبخنا هنتعلم ان شاء الله. كده تمام اهوت الرز بتاعنا هنا. انت محتاجه النار دي ولا اطفيها؟ النار اللي هنا كده، هنا الرز وهنا ال اوكي خلاص. تمام. تمام. نطفي النار ديت عشان نوفر في الطاقه اللي ايه. لازم نكون يا جماعه ملمين باقل حاجات المطبخ، لان يا جماعه الشيف مش 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 اكل، مش جاي يعمل اكل وخلاص، لازم يكون يعني ملم بالسلامه المهنيه وملم بكل حاجات المطبخ وادمات المطبخ دي بتستخدم في ايه ودي بتستخدم في ايه. وانا معاك يا شيف سلوى ما رحناش بعيد. انت كده جبتي الطاجن وحطيتي فيه الفريك وحطيتي بعد كده اللحمه. ده كده خلاص تمام اهو. مع حضرتك كده واحده واحده هنتعلم احلى الاكلات واحلى الوصفات. اجهز لك الفرن اهو ان شاء الله. اهو تمام كده. بياخد درجه حراره يعني يعتبر هو كده مستوي بس بياخد وش. وش بس. تمام اهو. ممكن حضرتك تيجي تحطيه اهو اهو الفرن كده. تمام بسم الله الرحمن الرحيم. طب نخلي الفرن كده مفتوح ثانيه اهو عشان الكاميرا تشتغل معاه. اهو انا رحت للبصل كده يا جماعه وبقلب ما شاء الله عليها. انا شايفها ان هي بتتحرك 100%. ماشي احنا كده هننزل بقى هنا اهو بالتوابل اهو. نزلنا حبيبي انا معاك اهو بالبهارات. عايزك تصور كل حاجه ما تفوتناش اي حاجه اهو. ايوه كده معايا حضرتك المعلقه اهي. انت كده نزلت بايه؟ بالتوابل بالبهارات والماء والفلفل بالتوابل بتاعتنا اهو. الملح يا شيف بقى حبيب قلبي كده تمام. ونقول له الطاجن الى اللقاء لعده دقائق صح. ونحط ننزل عليهم عايزين ملح. الملح موجود وكل حاجه موجوده اهو. ادي الملح عندنا احنا عايز. انت كده حطيتي في الرز ملح، هنا الملح هيبقى قليل شويه صح. عشان ايه ده هيتحط على ده. تمام لا وهتبقى لا ايه عشان نمسك البطاطا متقلقش الملح ما يبقاش زياده عندنا. لا تمام ان شاء الله اهو. واحده واحده هنتعلم يا جماعه مع الشيف سلوى احلى الاكلات واحلى الوصفات في برنامج ساعه شهيه اهو. كده انت هتعملي ايه؟ تمام كده انا حطيت. شايفين يا جماعه البساطه بتاع الشيف سلوى لما حاجه وقعت منها على الرخامه جابتها وحطتها بكل بساطه وبكل سهوله. ليه؟ لان بتوري ست الكل ان هي شغاله في بيتها
ومش اي حاجه هتقع منك ما دام عندك سطح المطبخ نظيف وعندك الحاجه نظيفه زي الفل وبتاكدي على النظافه، يبقى خلاص لو حاجه وقعت منك على الرخامه ممكن هتشتغليها تمام مفيش مشاكل. وده يا جماعه شعار برنامجنا، برنامج ساعه شهيه، ان احنا بنعلم اكلات صحيه وبسيطه ولذيذه وسهلة، وكله معانا قدام حضراتكم على الهواء مباشرة كده. هتحطي شوية ملح بس صغيرين. تمام اهو. طيب هياخد وقت ده؟ 10 دقايق. 10 دقايق. طب ممكن في العشر دقايق ده نطلع فاصل وبعدين نشوف ايه الاكلة اللي بعد كده، ولا بعد كده العصير؟ لا ان شاء الله بعد كده البانيه المشوي. البانيه المشوي يا جماعة ادونا فاصل وبعدين هنواصل، ولكن اوعوا تروحوا بعيد، احنا دايما عندنا الجديد في برنامجنا، برنامج ساعة شهية، نلتقي بعد الفاصل. فاصل يا جماعه ونشوف هنعمل ايه. والشيف سلوى كده انت بتعملي ايه دلوقتي؟ ممكن انت تعملي لنا العصير وانا اساعدك هنا عشان وقت البرنامج. اهو خلينا ده كده. المقادير ايه بقى عندك؟ اللوز. ادي اللوز انا معاك اهو واحده واحده، تمام. وادي اللبن وادي الايس كريم، تمام. وعايزه سكر طبعا. اكيد هو المفروض بصراحه عسل لان ده بيزود قيمتها الغذائيه، تمام. طبعا اللوز حلو جدا جدا للذاكره وبينشط يعني والتركيز للاطفال والشباب اللي بيذاكروا بقى في الجامعه والكلام ده. انا كده حاطط اللوز واللبن. انت ليه اخترتي عصير اللوز وادي السكر؟ لانه هو غني جدا هو كويس للسكر. تاني لا كفايه قوي كده عشان ما يبقاش مسكر. تمام شكرا. ماشي وده اللبن خلاص. ومعانا الاستاذ رياض. اهلا وسهلا يا استاذ رياض، نورت قناه الصحه والجمال. بنورك والله يا شيف حبيب قلبي. السلام عليكم. كالتو عامله ايه؟ الحمد لله رب العالمين. ازيك يا احمد؟ احمد ولا رياض؟ احمد رياض. محمد رياض. استاذ محمد رياض اهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا محمد ربنا يخليك. ازيك يا كالتو عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبي ربنا يخليك. طيب منوره الشاشه وبجد يعني عايز اقول ان اكلاتك فعلا مبهره. ربنا يخليك يا حبيبي يا رب. ربنا يخليك يا محمد، انا سعيده جدا باتصالك. والله انا نفسي ان انا اتكلم معاكي كتير، وفعلا بقالي كتير قوي ما اكلتش اكلك اللي وحشني جدا. ربنا يخليك يا محمد، ان شاء الله اعمل لك اللي انت عايزه. طبعا انت جربت اكلها صح؟ طبعا. ما شاء الله. حبيبنا يا استاذ محمد. حبيبي ربنا يخليك يا شيف. يا جماعه تمام امورنا يا استاذ محمد، تؤمر باي حاجه نعملها؟ معايا ياسمين عايز اتكلم خالته برضه. ماشي اتفضلي. ياسمين؟ بنت اختي. ماشي يا استاذه ياسمين. يا جماعه انا هغرف كده شيف عشان وقت البرنامج وانت شغاله عشان معانا دقيقه واحده. استاذه ياسمين اتفضلي. ازيك يا شيف؟ الحمد لله رب العالمين. بالتوفيق يا خالته، انت كل اكلك جميل ما شاء الله، واحنا عايزين ناكل من الاكل اللي بتعمليه دلوقتي ده. عينيا الاثنين. حاضر عينيا يا حبيبه قلبي يا ياسمين. ميرسي يا حبيبتي. شكرا يا استاذه ياسمين وشكرا للاستاذ محمد. وعشان وقت البرنامج يا شيف انجزي عشان احنا معانا دقيقه واحده. وانا يا جماعه غرفت جهزت وقدمت البانيه المشوي، ساعدت الشيف عشان وقت البرنامج، وبقول لها ما شاء الله عليكي اكل تحفه ورائع جدا. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحميكي ويخليكي لاولادك. انت شيف ليه ما عملتيش الفحم؟ الفحم للاسف الوقت الوقت البرنامج. طب ممكن نقول بسرعه ايه هيتعمل ازاي؟ تمام. هو انا خلاص كده العصير. اجيب لك الكاسات. هو انا المفروض تمام. الفحم ده مهم جدا في الاكلتين دول، دي ودي. تمام اهو. بيدي تيست عالي قوي. على ما تتكلمي انا خلاص كده هنغرب. هنصب كده العصير اهو. كملي اهو. هو الفحمه بتدي نكهه حلوه قوي في اللحوم طبعا والفراخ لما بتكون بتدي طعم الشوي يعني. تمام. واحنا للاسف ما لحقناش نعملها عشان الهواء. خير تمام. المهم احنا ادينا برضو للمشاهد المعلومه المفيده. حاجه بسيطه كده ايس كريم. تمام. بوله بس ايه؟ تمام. يا جماعه وبنقول تسلم الايادي للشيفه. للشيف. للشيف. مصرة برضه ان انا ما اقولهاش. للشيفه للشيف سلوى ابراهيم قدمت لنا اكلات جميله جدا، واصرت ان هي تقدم العصير، واصرت ان هي تعمل كل الاكلات على الهواء مباشره قدام الساده المشاهدين. بشكرها وبقول لها نورتي قناه الصحه والجمال، ووعدينا ان انت تكوني معانا مرارا تاني في حلقات اخرى. يا جماعه كده انتهينا من وقت برنامجنا، كان يوم لذيذ وجميل وضيفه كانت عزيزه، وبنقول استنونا يومين. اتفضلي. انا عايزه اشكر شيف ياسر. تمام. كل الشكر موصول يا جماعه للشيف ياسر. شاكر قبطان سفينه الطهر. مطبخ سفينه الطهر. ويا جماعه عشان ليه؟
وعشان الوقت البرنامج انتهى بنقول انتظرونا يوميا قبل هذا الموعد بساعة مع ساعة شهية وحلقات جديدة ومفيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مطبخنا هنتعلم أكلات صحية.